اليوم قدم عام 2022، أمنياتك الشخصية أيضا بدر، تفضل. نعم زميلي، بداية كل عام وأنت بألف خير وجميع كادر قناة التغيير بألف خير بقدوم العام الجديد، بالإضافة إلى الكادر المرافق لي بهذه التغطية. نحن متواجدون يعني بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، لكن الحماس المتواجد هنا والاحتفالات العارمة والجميلة هنا في العاصمة بغداد غطت على انخفاض درجات الحرارة. دعني أترك زميل المصور إذا تقوم بتصوير الأجواء حاليا، والعاصمة بغداد والعراق دخل فعليا إلى 2022 كما تشاهد في الصورة الآن، يعني زقاق المتلبي مزدحم مكتظ، هناك أعداد كبيرة متواجدة في زقاق المتنبي، الجميع اليوم يشترك بهذه الاحتفاليات الكبيرة، البسمة حاضرة على جميع الأفراد الحاضرون هنا في زقاق المتنبي، دعواتهم بأن يعني يستمر الأمن والأمان في بغداد الحبيبة ويعود كل شيء إلى طبيعته أو أفضل مما وصل إليه الآن. يعني كما تشاهد بها صورة من خلفي، دعني أتحدث مع عدد من المواطنين. السلام عليكم، حدث لي بداية عن أمنياتكم في هذه السنة، دخلنا سنة إن شاء الله سنة خير وبركة على أمة محمد، ويا رب يحفظ العراق والعراق. شلون شفتوا اليوم الأجواء الموجودة في شارع المتنبي؟ خبل يعني المتنبي ما شاء الله، ومتعني اليوم أجيت على مود المتنبي، لقيت ما أجواء حلوة. منين جيت؟ من بغداد جديدة. من بغداد جديدة للمتنبي؟ للمتنبي. يا رب أدوم هاي الأفراح على هذا الشعب المظلوم بحق محمد وآل محمد. جزيلا لك. كل عام وأنت بخير عمو. أنت بألف خير. سوالف لنا شلون شفت الأجواء بشارع المتنبي؟ حلوة. حلوة؟ إيش تتمنى بهذه السنة الجديدة؟ ما أتمنى شيء. تنجح؟ لا لا يتمنى يتمنى. نعم بدر. عندك أمنية ثانية؟ للعراق. شكرا جزيلا لك. نعم بدر، اريد ان اشكرك يعني جزيل الشكر، تفاصيلها من العاصمة بغداد. كل عام وانت بألف خير. ننتقل الى صور مباشرة من اربيل، مشاهدينا الكرام الى هناك. إذن مشاهدينا، كانت هذه صور مباشرة من إقليم كردستان احتفالا بقدوم العام 2022.